الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس، سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش. لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. النهاردة معانا عنصر جديد من الباب 13. نشوف مع بعضنا كده موضوعنا النهاردة وإزاي نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تجينا عليها. النهاردة نتكلم على جزئية كامبيو دي كورسية. كامبيو دي كورسية تغيير الممر. السؤال الخاص بتغيير الممر. إزاي نقدر نحل الأسئلة؟ هنحل الأسئلة بكلمتين، ديفي كونترولاري بس. ديفي كونترولاري، ديفي يعني يجب، كونترولاري إنك تتأكد. طيب ما تيلا مع بعض ندخل على الأسئلة ونشوف كلمة ديفي كونترولاري هتعمل لي إيه في الأسئلة. نشوف مع بعض أول سؤال. أنا أعرف إزاي السؤال بيتكلم عن إيه؟ أشوف الفكرة بتاعتي. كي انتندي كامبياري كورسي، يبقى دايماً كل الأسئلة هتبدأ بالمفتاح أو المقدمة ديت. كي انتندي كامبياري كورسي، يجب على من يريد الانتقال من ممر إلى آخر. عرفت السؤال بيتكلم على إيه؟ تغيير بين الممرات. على طول أنا عايز كلمة ديفي أو كلمة كونترولاري. الاثنين مع بعضهم على بركة الله مفيش مشكلة، واحدة بس برضو تكفي مفيش مشكلة. أنا عندي ديفي وعندي كنترولاري يبقى فيهم. اتنين، كي انتندي كامبياري كورسية، أدي السؤال بيتكلم عن تغيير ممرات، عايز كلمة ديفي وعايز كلمة كنترولاري، الاتنين مع بعضهم فيرو. تلاتة، كي انتندي كامبياري كورسية، السؤال بيتكلم عن تغيير ممرات، عايز كلمة ديفي كنترولاري فيرو. أربعة، كي انتندي كامبياري كورسية، بيتكلم على تغيير ممرات، انا عرفت ان السؤال بيتكلم على تغيير ممرات، محتاج ايه؟ محتاج ديفي كنترولاري او واحده منهم، كلمه ديفي فيرو. اربعه، كي انتندي كامبياري كورسيه، محتاج كلمه ديفي كنترولاري، ادي كلمه ديفي فيرو. سته، كواندو سيفولي كامبياري كورسيه، كلمه كامبياري كورسيه هو ديفي فيرو. سبعه، كامبياري كورسيه ديفي فيرو. ثمانيه، فولي كامبياري كورسيه كنترولاري فيرو. تسعه، فولي كامبيري كورسية ديفي كنترولاري فيرو. 10، كامبيري كورسية ديفي فيرو. 11، فولي كامبيري كورسية كنترولاري فيرو. 12، كي انتندي كامبيري كورسية ديفي فيرو. 13، كي انتندي كامبيري كورسية، دور بقى على كلمة ديفي أو كنترولاري، ما فيش، على طول فالص. 14، كامبيري كورسية، محتاج ديفي كنترولاري، مش موجودة، على طول فالص. 15، كواندو سيفولي كامبيري كورسية، كامبيري كورسية انت محتاج ايه؟ محتاج كلمة ديفي او كنترولاري، مفيش شيء، على طول الاجابة بتاعتك تبقى فالصو. 16، كيفولي او كواندو سيفولي كامبيري كورسية، ندور على كلمة ايه؟ ديفي كنترولاري، مفيش شيء، تعمل ايه؟ اجابتك فالصو على طول. 17، كواندو سيفولي كامبيري كورسية، السؤال بيتكلم عن تغيير ممر، انا محتاج ايه؟ محتاج كلمتين اتنين، كلمة ديفي، كلمة كنترولاري او واحدة منهم او الاتنين مع بعضهم، مش موجودين، تعمل ايه؟ على طول تقول له فالصو. كده انت حليت كام سؤال معايا؟ ده انت حليت 17 سؤال. هم ايه ال 17 سؤال دول؟ هم كل الاسئله اللي ممكن تجيب او ممكن تشوفهم او ممكن يجوا لك على سينيالي او على الجزئيه الخاصه بكامبياري كورسيه تغيير الممر. حليناهم بكام كلمه؟ حلينا كل الاسئله بكلمه ديفي كنترولاري، الاثنين مع بعضهم او واحده بس تفرق، او واحده بس ديفي او كنترولاري او الاثنين مع بعضهم، يجب التاكد. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه،
وحتى ألقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.